ويا ضيفتنا اللي انضمت ويانا عبر الهاتف الدكتورة نبراس الدوري أخصائية طب الأسرة. يا مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا بك يا هلا. مرحبا ست ندى، مرحبا استاذ سامر، شكرا جزيلا على الاستضافه وشكرا على اثاره هذا الموضوع المهم. حياك الله. طبعا دكتوره، بدايه يعد النوم هو جزء هام من حياه اطفالنا، لكن في فئه من هذول الاطفال تعاني من اضطرابات النوم، كيف على الاهل تفادي هذه الحاله وحمايه ابنائهم من اثارها؟ طبعا موضوع اضطرابات النوم للاسف شائع في اغلب الفئات العمريه اللي هي خصوصا من بعد السنتين تقريبا. نعم. والسبب طبعا له علاقه بزياده فرط النشاط الحركي اثناء النهار، عدم وضع جدول معين للطفل يتمكن من خلاله انه يدخل ضمن نظام، وطبعا بعض مشاكل التغذيه للاسف، تغذيه الفاست فود اللي انتشرت. نعم. السكريات وعدم شرب المياه الوافره، يكون نهار الطفل غير مزدحم بالنشاطات البدنيه اللي تخليه متعب مرهق بدنيا ويحتاج فعلا انه يفصل وياخذ هذه القيلوله او حتى ينام بالليل نومه مريحه. نعم. يعني كثير عوامل صراحة. نعم، طبعا نحن تكلمنا عن العوامل اللي ممكن تأثر على النوم وجودة النوم، لو نتحدث أيضا عن الأمراض التي يمكن أن تتسببها حالات اضطراب النوم عند الأطفال، وتحديدا إذا استمرت لفترة طويلة. اضطرابات النوم لما تستمر لفترة طويلة للأسف ممكن تؤدي إلى نقص في التركيز. نعم. عند الأطفال نقص في اكتساب مهارات التعلم. نعم. نقص في بعض الأداء العقلي الفكري، خلينا نقول زيادة العنف بالسلوك نفسه، يصير عنده مثل التهيج العصبي. حكينا أنه ممكن للأسف يأثر حتى على مشاكل في النمو، اضطرابات هرمونية معينة، والأهم منه أنه تعرف الأم أنها راح تواجه تقلبات مزاجية حادة للأطفال. صحيح دكتورة، لا شك أن قلة النوم يمكن تأثر على مزاج الطفل، ولكن في المقابل هناك العديد من الدراسات اللي أكدت على أهمية القيلولة عند الأطفال ولكن في أعمار مبكرة، وتأثيرها على ذاكرتهم وأدائهم أيضا. لو تخبرينا أكثر حول مزايا هذه العادة وأهميتها علميا. يعني مثل ما حضرتك حكيتي انه الاعمار المبكره تحتاج فعلا الى فتره قيلوله اللي هي يكون فيها الدماغ خلاص مستعد انه يعني تتحفز المستقبلات الذاكره عنده بهذه المرحله، خصوصا اول سنتين من عمر الانسان او من عمر الطفل خلينا نقول. مستقبلات الذاكره تتكون بهذه الفتره، منها ذاكرة صورية، حتى منها ذاكرة السمعية، بعض الأشياء اللي ممكن يسمعها، وممكن أيضا يكون الدماغ شلون أقول لك في فترة خلينا نقول يعني يحتاج إلى نوع من الأكسجين اللي يرجع يكمل به أو يواصل به استلام وتخزين هذه المعلومات اللي حكينا عليها بالبداية. نعم. طبعا أكيد نحن نتكلم عن النوم، لكن النوم في مراحل، وهناك مرحلة نوم والأهم مرحلة النوم العميق ودورها في تعزيز الصحة العقلية عند أطفالنا. شو الخطوات اللي يجب على الأهل اتباعها لتحقيق هذا الجانب لهم؟ طبعا فعلا موضوع النوم العميق هو موضوع مهم، لانه ما يكون الا من بعد تهيئه مناخ مناسب للدخول بمرحله النوم العميق اللي هي فعلا يكون فيها الدماغ في على اتم الاستعداد لتلقي اكبر نسبه اكسجين اثناء العمليه الحياتيه نفسها. نعم. فبالنسبه للبيئه المناسبه هي تعرف انه البيئه يكون تحضيرها عن طريق البيئه نفسها، تكون بيئه ما فيها اصوات، ما فيها موسيقى عاليه، ما فيها السكرين تايم، هذا يعني موضوع الشاشه والايباد والى اخره يكون فيري ليميتد، محدد. فيها بعض النشاطات الاسترخاء كانه حمام دافي، قراءه القصص. فيها مثل ما حكينا بالبدايه انه يكون متاكد الام انه يعني الطفل نايم مو جوعان ولا شبعان ات ذا سيم تايم، يعني انه في طعام خفيف. تبتعد عن قبل ساعات النوم عن ابتعاد المشروبات الغازيه، العصائر. يكون اثناء النهار نمارس تمارين رياضيه انه بدنه تعبان وجاهز انه يدخل في نوم عميق. جميل. نعم لا شك دكتوره، يعطيك العافيه على هذه النصائح والمعلومات والمداخله الجميله الدكتوره نبراس الدوري اخصائيه طب الاسره، شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه.